للحديث حول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. استديو الأخبار. طبعا الميثاق كما ذكر التقرير بأنه أعطى مساحة كبيرة للعمل الديمقراطي من خلال فصل الحياة النيابية. ما أهمية يعني هذه الخطوة في دعم العمل النيابي في المملكة؟ بالتأكيد الميثاق العمل الوطني كان ولادة جديدة لتجربة جديدة في عهد جديد. نعم. ونتمنى كذلك أن يعني كان هو حجر أساس استند عليه البحرينيين في عبور واحدة من أكبر الأزمات التي مرت بها البحرين. نعم. نتمنى الآن مع التطور في عملية سواء مشاركة المرأة أو يعني مشاركة أكبر للشباب في هذا البرلمان الجديد، نتمنى كذلك أن يمارس هذا البرلمان من خلال النواب دور أكبر، إن تعذر في بعض الأحيان أن جانب التشريع ربما في الرقابة وإن قل في الرقابة ليرتفع جانب التشريع. طبعا أستاذ عبد الله لو نتكلم بلغة الأرقام فلنجد أن اليوم نسبة المشاركة في يعني في الانتخابات الأخيرة تدل على ما وصل إليه اليوم البحرينيون من وعي ونضج بالحياة الديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين. كيف نقرأ هذا التطور الكبير الذي طرأ بالرغم من أصوات النشاز التي كانت تأتي من الخارج؟ يجب أولا أن لا تعنينا. نعم. هذه تجربتنا الخاصة، وكل المجتمعات تمر بتجارب من خلالها تنضج، وكلما مرت بهذه التجارب تتراكم الكم التراكمي الذي سينتج واعيا أكبر سواء عند المقترع أو حتى النائب، حتى يدرك بالضبط قيمة هذه الأداء المتوفر لنا. نعم أستاذ عبد الله، ربما يجب أن نسأل في هذا يعني في هذا السياق عن اليوم إلى ما وصلت إليه المرأة اليوم البحرينية من تطور والمساحة التي أعطاها إياها ميثاق العمل الوطني والحياة الديمقراطية في المملكة، والتي توجد مؤخرا في يعني أن يكون رئيس مجلس النواب هو من العنصر النسائي. كيف تقرأ اليوم نجاح هذه التجربة الديمقراطية وانعكاسها طبعا على المرأة اليوم وأدائها؟ حضور المرأة البحرينية اجتماعيا سواء في وتحديدا في التنمية والعمل المدني. نعم. يعني مثلا أول امرأة في البحرين حصلت على رخصة قيادة سيارة على ما أعتقد كان في 49 أو 48 في وقت ما كانت في حتى بعض الدول الموجودة في هذه الحيز الجغرافي. نعم. وصول إحدى المرشحات لسدة رئاسة البرلمان هذه لا أكثر من خطوة، هي مهمة جدا، ولكن أتوقع أن يسهم دور المرأة وحضورها في عملية أن تتحمل وأن لا تكتفي بما حققت مكاسب إلى الآن، يجب أن تقبل على هذه المكاسب كأدوات تطور من قابلية للتحدي وصناعة واقع آخر. نعم المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في مركز الأخبار.